في هذا الخبر هذا كنخبركم بان الحمد لله المدام راه خرجات من السبيطار ودابا راه في الدار في مراكش ورحنا باقيين في انتظار هاد الحلول ديال هذيك المشاكل ديالنا اللي هي السكن والنقل. بهذه المناسبه كنبغي نقدم تحيه للعائله اللي وقفت معايا كامله. كلشي الحمد لله في لا كلينيك الحمد لله كان تعامل فوق المزيان. بهذه المناسبه كنبغي نقول للشعب المغربي كامل كيف ما شاركت معكم فرحتي كنتمنىكم تدعيوا لي معهم. استقبلت مصحه الامومه يوم الاربعاء على الساعه 7:30 السيده خديجه اللي تنقلت لقاعه العمليات من اجل اجراء عمليه قيصريه لاستخراج 6 ديال التوائم. بعد استخراج الحمد لله التوائم كانوا غولاتيفمون في واحد الصحه جيده. نقلناهم لمصحه الانعاش انعاش المواليد. الحمد لله درنا اللازم اللي خصو يدار. لحد الان الحمد لله الامور غدا على احسن ما يرام. جوج ديال التوائم شويه كانوا مازال في حاله حرجه، بس 4 ديال التوائم الحمد لله كيخرجوا من مرحله الخطر بشويه بشويه. الحمد لله الامور غدا على وجه زعما على احسن وجه. المصحه والطاقم الطبي اللي كيشرف معنا على هاد الوليدات الحمد لله راه هو كيدير المجهود ديالو، ونتمنوا ربي سبحانه وتعالى ييسر الامور وييسر لنا وييسر لوالديهم ان شاء الله. بالنسبه للام غادي تخرج اليوم ان شاء الله، ولكن غادي تجي ان شاء الله بصفه مستمره وبديت عده مرات في اليوم، لان لازمنا حليب الام للاطفال. ونتمنى ان شاء الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله. على حساب، لانه دابا حنا يلاه كنفوتوا المرحله ديال الاكسجين. مورا المرحلة ديال الاكسجين بحال اللي قلت لك دابا راه بدينا في بعض التوائم بدينا لهم لو كافاج، يعني الارضاع عن طريق يعني التيو اللي كنقولوا له هذا. والحمد لله الامور غدا الحمد لله مزيان. وعاد ديك الساعه ملي بدا اللي تزاد الوزن بصفه مستمره وبصفه منتظمه والصحه ديالهم تكون مزيانه والتحاليل اللي كنديروا لهم بصفه دوريه يكونوا مزيانين، ان شاء الله غادي يخرجوا بحول الله ويمشيوا يلتحقوا بماماهم في دارهم ان شاء الله. الله يكمل عليهم بخير.